السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نحييكم من قرية وكان في وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة. عندما وصلنا إلى هذه القرية، أو بالأحرى قبل أن نصل ونحن في الأرض ونشاهد القرية وكأنها منحوتة على الجبل، أنا شخصيا لم أتوقع أن أصل إلى هنا. القرية مدهشة رائعة، لعل عين الكاميرا ترصد بعض التفاصيل. ودليلنا في حلقة اليوم هو شايب علي بن سليمان بن علي المياحي، من أهل هذه القرية، وسنعرف تفاصيل كثيرة عن قرية توكان. أهلا بكم. شايب علي، نعم، كيف حالك؟ الحمد لله، عساك بخير. بخير الحمد لله. أولادك وأخوتك وأهلك كلهم بخير. يا مرحبا وسهلا، كيف حالكم؟ نعم الحمد لله. حالكم طيبين؟ نعم الحمد لله. يا حي وسهلا. الله يحفظك. وصلت موصل. شرفتونا. يشرف مقدارك. يشرف مقدارك. داركم حلوة. جميلة. الحمد لله. اي والله الحمد لله. وكان وكان من هين جاي الاسم؟ عندك فكرة؟ ها، هذه من زمان قد بعلي بس درسوها. هذا حفظتوا العقل ولقيتوها اسمها وكان؟ اي اسمها وكان. مولود هنا انت؟ مولود هنا. هي هي. ورابي هنا؟ رابي هنا. نعم. ويقول لك مال فيها؟ مال البعض، ما كثير. نعم. اي، لكن زمن شيابنا. نعم. ما بقي حاجة، كله بيعوا شي رهنوا وترم. نعم. ترم. هي. اي مال. طيب، هايهم الشياب القبليين اللي أسسوها هذه القرية، إيش جابهم لذا المكان؟ الله ما أدري، هذا الشيء ما أدري به. أنا طلعت ممتة ولقيتها ممتة، وشيابنا ما عندهم يعني في ذاك الوقت يعني حوض يسائلة عن هذه الأشياء. يكونوا تابعين الماي؟ بس لا، بس يتابعوا الماي فقط. يتابعوا الماي؟ هي. هي. اسمع، اليوم فلان، اليوم فلان، اليوم فلان. زين. هي. وهذه عين ماي هنا، الفلج. الفلج اللي هنا عين. 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 نعم. قالها عين وكان. يلها اسم؟ هي عين وكان. عين وكان. هي. على اسم المكان. على اسم البلاد. نعم. هي. بادية مني، من عند البرج ذاك. من ذاك البرج. نعم. وهنا أصلاً. لين تسمع آخر البرج هذا بوملش، بوملت قلب. عند الاستراحة هذه. الاستراحة هي. من بين توصل السيارات. هي نعم. نعم. هاي كلها. طيب، إحنا نباك تسوي لنا جولة. ونتبع الماي واحنا نازلين. نعم. ونتبع هذه الدرب اللي سوتها وزارة السياحة. طيب. بالمناسبة هذا الطريق او هذا الممشى هو 1100 متر كيلو و100 متر، ومكون من 700 درجة. انا حاسين حتى اكثر من 700. ممكن. زين، بتمشينا؟ اي خلا خلا تفضل. خلا يلا بشي. هذا الممشى من 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 عين الفلج. من عين وكان. إلين إلين تحت. إلين حدر لتشيش. إيه. أيوة. وهذا اللجل. وهذا اللجل الماء. تغوي الماء هنا. يحبس في الليل. إيه. وقت الساعة 5 يطلقوه. بيادير. من الساعة كم للساعة كم يحبس؟ يحبس من الساعة 6 إلى الساعة 5. من 6 المغرب إلى 5 الصبح. يوم 11 ساعة. إيه 11. ويترس. تترس. بعد كذا تبدأ يطلقوا له. طلقوا البيادير ودايس فيها. زين، وكيف يوزع؟ يوزع، ترى يوزع كل مكان إلى اليوم، وشي مكان باكر وشي ورا باكر وشي تليت ورا باكر ورا. هي. هي. ويوزعوه. مملوك الفلج كامل. مملوك. يعني كل حد إلا نصيبه. هي نصيبه إلا. وعلى كم يوم يدور الدور بالماء؟ على 12. يدور 12. 12 يوم. 12 يوم. هي. كل يوم في مكان، كل يوم في مكان. إذا محدد. إلين يجي دورك يبقى له 12 يوم. يبقى له 12 يوم. ما واجد؟ ما واجد. ها.
هي الدار خضراء ما شاء الله، البلاد خضراء. هي مبين مكفنها الماء. مكفنها الماء البعض، شيء منه يعطش وشيء منه ما يعطش. هي بس هذه العين؟ هذه العين بس فقط. هي. شيء كان بعضهم كان فيهن زراعة بعض المدرجات وتركن؟ ما شيء فيهن. كما تو هذه ما كانت فيها؟ هذا متروك، هذا كان لكن دثروه. هذا دثروه. اندثر يوم خدوا اللجل هذه عق هنا اندثر هذا حده. نعم. وكان هي أعلى واحدة هنا ولا شيء أعلى عنها؟ هو وكان؟ ما شيء غيرها. هذه أعلى قرية؟ هذا أعلى قرية متساهرات هي وحدش. هذه كيف سمها؟ وهذه هذه القورة. هذه القورة. القورة. وحدريكم من ذاك الصوب؟ لهجار. 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 وهيش غيرها؟ إلى الوطا. وادي سيجة هني. إيه. العقور. وادي سيجة. قورة. مصادفة جميلة هنا في قرية وكان، يعني في هذا المكان عند اللجل هنا عند البركة تبدأ العين من هناك عند القلعة، ولكن المصادفة الجميلة أن نرى شباب ينزلوا رحالة يبدو أنهم يريدون أن يحيوا الطرق القديمة، طرق الجبال. وأول واحد صادفنا أنت، بس تعرفني باسمك. موسى بن ناصر بن علي التوبي. موسى حياك، مرحبا، كيف حالك؟ كريم يا حي وسهلا. الحمد لله على السلامة. يا حي، كيف حالك؟ حيا وسهلا، كيف الحال؟ كيف حال؟ طيب مو تعبانين ولا؟ الحمد لله. كيف الحال؟ خيرين، يعطيكم العافية. بس أنت منهم وعنهم؟ زين جزاك الله. من وين جايين؟ جاي من الجبل الأخضر. من الجبل الأخضر؟ إي نعم. من وين في الجبل الأخضر؟ من وين بادية رحلتكم؟ احكي لي هذه الرحلة أصلاً، أنتوا ليش جايين الرحلة؟ نحن جينا من عن طريق بركة الموز إلى الجبل الأخضر سيارة، وقفنا السيارة أمام قرب الفندق جبل الأخضر. في الجبل؟ في الجبل. زين. ومشينا من هناك، بدينا نمشي إلين هنا هذه العقبة، هذه الموجودة يعني اللي ورانا. هي اللي ورانا. ايه. نزلنا فيها إلى هذا المكان. متى متحركين من الجبل الأخضر؟ احنا متحركين من جبل الأخضر تقريبا الساعة 7:30. 7:30 صباحا. هي. احنا نسجل هذا اللقاء الساعة 11:30. ايوه. أربع ساعات ماشيين. هي ماشيين أربع ساعات. حلو. هي نعم. ايش صادفكم في الطريق؟ ما صادفنا شيء الحمد لله. كله سهل. طيب من وين تندلوها انتوا الطريق من قبل؟ احنا نندلها مرة واحدة، انا جيت فيها قبل سابقا، هي بزملاء يعني. وبعض الشباب هلا منهم بعض ما جاي اول مره يجي. زين، انت دليلهم؟ دليلهم تقريبا انت دليلهم. يعني ان شيء موجوده اشارات في الطريق. في اشارات، هي يعني هذه الاصباغ اللي موجوده اللي زي العلم هذه. زي العلم. اي موجوده طول الطريق. هي فيها سهم. زين. هي تبدي هذه اللي بالعلم من العقبه هذه. زين. هناك شيء طريقين، واحده تروح الى المناخر وواحده جايه لين هنا. الطريق هذه معموله على اثر الطرق القديمه ولا مستحدثة؟ لا هذه طريق قديمة. يعني الشياب أول نوبة يتواصلوا بين قرية وكان في ولاية نخل. هي نعم. وبين الجبل الأخضر. الجبل الأخضر القرى. يتواصلوا منها من الجبل. يتواصلوا، هي نعم، من هذه الطرقات. وعندك فكرة كان كله مشي ولا أيضا على حمير؟ على حمير. على حمير. وعلى مشي. إنزين. هي نعم. أنتوا إيش هدفكم من هالمشي؟ هدفنا إن إحنا نشوف على الأقل إن نشوف طرقات ونشوف المكان، وبعض الشباب هلا يعني متشوقين إنه يسوي رحلات وكذا. في الأسبوع مرة واحدة. حلو. إن إحنا كان الأسابيع الماضية مشينا فيها عدة مكانات. زين. أنتوا هل هذه آخر نقطة ولا مواصلين؟ لا، إحنا أكثر شيء إن نوصل هنا آخر نقطة هذا المكان ونرجع مرة يعني في نفس الطريق. أترجع نفس الطريق. وبعدين نروح إلى المناخر. شيء هناك طريقين، واحدة تؤدي. في الجبل الطريقين بديل ولا في نص الطريق؟ لا، بعد العقبة هذه تنزل هناك نزلة بسيطة وتروح واحدة يمين واحدة يسار. اليسار تروح إلى المناخر. طيب الآن وانتوا راجعين. أيوة.
نفس الطريق هذه. جزء من نفس الطريق. نفس الطريق هذه العقبة. والجزء الباقي. هيوان. أتغيروا إلى المناخ. إلى المناخ. نغير مرة ثانية إلى المناخ. جبل طيب الأخضر. بتصير طريق أخرى. طريق أخرى. نعم. إلى نلاقي مرة ثانية شارع القار المؤدي من بركة الموز إلى جبل الأخضر. نعم. يعني أنتوا نازلين ما أقل من 1000 متر تقريبا. تقريبا. قرية كان على ارتفاع 2000 متر هيوان. عن سطح البحر. صح. والجبل الأخضر على ارتفاع 3000 وكسور. كذاك. يعني انتوا تقريبا نزلتوا 1000 متر. نزلنا 1000 متر وبتصعدوا 1000 غيرهم. مره ثانيه نرجع ان شاء الله، املنا كذاك نرجع مره ثانيه للخلف. حلو حيو. حلو، يعطيكم الف صحه وعافيه. امين يا اخي، بارك الله فيك. مساله مثيره جدا. لا لا شيء، اتمنى اجربها. هذا عنب مشمش خوخ. هذا عنب. هذا العنب. وهذا المشمش. وهذا المشمش. شيء خوخ هنا قريب. خوخ قريب، حدا شوي حدا. نعم. كنا بادي موسم ال، هذا موسم المشمش. موسم المشمش هذا. نحن في نهاية شهر 4 نصور. والعنب كنا توبادي. توبادي شت قال شت. إيه. توبادي الثمر. هي تثمر. يعني شهر 8 يكون. على شهر 8 عاد يستوي موسم. عاد يستوي موسم. نعم. هي. وهي هذه الزراعات من زمان، من القديم يعني. من قديم الزمان هذا هي. نعم. طيب. دخلتوا شيء زراعات جديدة غير عن القبلية؟ ها ماشي. هو هذا. هو هذا بس. زراعة هالبلاد. المشمش. مشمش والخوخ والعنب والرمان. والرمان والتفاح، لكن التفاح عاد ماشي هذاك باقي شويه. دعيوش. وعندكم نخيل. نخيل توي هذا حدث بتشوف المعنى. هذا كانت كلها ماشي نخلتي ولا ثلاث كانت فيها. توزتوا نخيل. هذا زادت تو نخيل. ولا اول ما من بس ثلاث نخلات فيها نخيل. ثلاث نخلات بس. هي. كانت فيها. تو كم الجبل الأخضر. كم هي الجبل الأخضر. الجبل الأخضر قليل، ولكن تو أشوف مسوين مع الكلبي وهذا. نعم. تسمع يزرعوا. أنتوا ما من يعني من زمان كان لكم درب إلى الجبل الأخضر. هي نصير أهليتنا هناك. هي. أهليتنا في الجبل سيق. تصيروا مشي ولا تكرم على حمير؟ نمشي مرة مشي نصير مرة بيا الحمير. يعني أغراض هناك. يعني من هنا. يعني مشي عن مقلب ورمان. وثوب نجيب من هناك هنا على الجماميل هنا الهجار فادي سيجي ساقلهم من هنا نشلوا مطرح من هنا إلى الجبل. كم يبغى لكم؟ 4 ساعات. 4 ساعات. والجاية 4. والجاية 4. أي. ومننا على وطا من هنا إلى المطرح 4 أيام. 4 أيام. على أركاب يشلوا. على أركاب. نعم. هي يعني ناس ديك جار يشلوه من ياتي من الجبل هنا كله من رمانه ومن ثوم هنا. احنا وحينا بالغلا مرتين. الغلا هذا الكياس السكر بقرش في ذاك الوقت يقصطوا لنا اياه البانيان يقصطوا. احنا سكننا في مطرح مشكل. تشتريوا من عند تجار البانيان؟ مع التجار. احنا عاد بالاقساط يعطونا اياه ب80 بيشة. هذا وقت الغلا. يوم وقت الغلا. هذا متى؟ سنين من أيام الحرب العالمية الثانية. هي تقريبا الأوليات الآخر الثانية. هي الثانية. هي استوى غلا. غلا هي. يقولوا الناس ما حصلوا حتى شخاطر. أبدا. هذا مال المبسل بتاعي قال المبسر. إيه. يوغر يباع سوق هذا المسكت. الكاس ب6 بيسات. وعلي أنا بشتاينا وبقنا هنا. لكن 6 بيسات في ذاك الوقت ما رخيص. ما رخيص. كنا اليوم ماشي فلوس. كان المقلوة بايشتغل 25 بيسة، بايشتغل 20 بيسة، بايشتغل. إيه. ذاك الوقت يدور. يعني يوميته. يوميته 25 بيسة. طول النهار. طول النهار. عشان 25 بيسة. 25 بيسة. وهش تجيب لك 25 بيسة لو بغيت تشتغل؟ تاتي في ذاك الوقت تجيب عيش وتاتي هذا الضولة. قياس حال ذاك. قال لك اليوم. يلا بنقاصط له. إيه. اليوم. يوم بيوم. الشغل والمصروف. الشغل والمصروف. نعم. لأيده هذا. إيه. ويكون ما موجود لا عيش ولا تسمع كياس بقرش العيش في ذاك الوقت تسمع هين باي حصله. ايش كان اكلكم
في ذاك الوقت؟ شعير، شعير وبر، هذا يعني القمح البر. نعم تسمع. وقال له هذا مقال بازر، بازر هنا يزرع، اسمع يسوي عصيد ويسوي هريس ويسوي اي شيء يسوي في ذاك الوقت. يعني كان الخبز هو الاكل الاساسي، ما العيش. ها العيش اكل، لا عاد ليلي بواي حصله في ذاك الوقت. يعني أبو يأكل عيش يعني مترفه. يعني مترفه عنده يعني مادية. وما أبو ما عنده فقير ما يشتري. على الخبز. على الخبز. بس المعتاش الخبز السهل. نعم. والتمر. بسألك شاب علي. نعم. عن المدرجات هذه. أيوه. الجلب. أيوه. يعني درجات، شيوطية، شيء أعلى، شيء أعلى. تحيل البلاد ما جاي سوية. عاد يعني الجبل. عاد هي دا يقصوا ويبني ويصلحوا، وعاد يخلوها مدرجات لوها. انزين يلهن اسامي المدرجات؟ هي هالشيء ما يلهن اسامي. هذا قال هذا لا تسمع، مو قال مسجد الوسطى، قال هذا المكان مسجد الوسطى. هي مسجد الوسطى. انزين تسمع هي قال هين تسقى قال مع مسجد الوسطى. نعم هي لا، لكن كلهن يعني بشكل عام اللي موجودات هنا المدرجات. ايوه. هل الوطية يلها اسم والعالية يلها اسم ولا اسم واحد كله؟ اسم واحد، ولكن شيء مكانات قال على الفروع، قال الفروع وحدها نوبة، والواسع هذا كله يسقي يعني الواسع. ايه الفلاق. نعم الواسع ضيق. اسمع مقال لو ابن مسلم عمر بن احمد الخويطيه بني رواحه، هذه رابطينها على قسمة الفلك. على قسمة الفلك. على قسمة الفلك مكان. وهذا الاجلب تراهن كل هي هالاجلب. يعني مثلا هذه كم قلبه مقسمه، هذه قال هذه يعني ركده، هي ركده، هذا ركد يقول لي. القلبة الواحدة مقسمة. مقسمة هي. ولا الركدة مقسمة على قلبها؟ على قلاب قلب شيء يعني الركدة هذه مقسمة على تقريبا 8 9 الركدة الواحدة فيها قلب. فيها 10 هي فيها قلب. فهذه الواحدة اسمها ركدة. هي ركدة هذه. واللي أوطى عنها ركدة. هي نوع. نعم. هي ها. هي. يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو. لكان أصرنا الأصيل ذاك النهار تمر مع ودنا. من يسألوا الناس معك الحليه وكان حد هناك يبوا بدلة سيما خمزاري أبو محمد يعني مناتي صبح أبوه كلهم مستعجبين ذا السيارة يا سيارة. ما أنا غريبة تفق العصري ما في رمي. لا في رمي. لا تفق برزة لا لا في رمي. لا في رمي. ما شاء الله هني حتى صوت الهبوبة حلو. أوه ما كثير يعني استوحار ما كثير. ما يستوي حر. ما كثير ها. هنا. هي. هي. يعني في الصيف مثل ما تقول الجو معتدل يعني. هي هي. وفي الشتاء. الشتاء قارص. برد. برد شديد. زين. ايوه. وهيش تسوي في الشتاء؟ على حطب نوقد. على الحطب. هي. والبنيان. اليوم البنيان قبل طين. هي. وحد الحين عاد سميت. كان يفرق بين بنيان الصيف وبنيان الشتاء؟ إن كان السكون. سكون هي. حيث تسكنوا. هي. يفرق بين. ما يفرق هو هو. نفس المكان. نفس المكان. نعم. هي. يعني بعض المناطق يدوروا الأحجار الوطية حال. حشتة. حشتة. وفوق يسويوا سمعنا حق الحر. وهناك ذاك تسويوا؟ أنا هو عادي ماشي. انزين. هو ما كنت ترقد ان كان شتاء وكان حر. نعم ذاك الوقت. هي توعد شيء مكيفات؟ مكيفات توعد. توعد شيء شاخ. ايه. كانت الحراره زادت عن قبل. الحراره زادت؟ اي زادت. نعم. شوي الجو شيء تغير. هي. تغير الجو. لكن بالنسبه لنا نحن بعدها طيبه الحراره. ما باس عليها توحد الحين الى قدام. انا ما باغي اهبط بصراحه. صحيح. بايت عندكم الليله. زين تفضل. ها؟ تفضل. ما
شاء الله العنب شايب علي. نعم. يعني احنا دائما نشوف يوم نشوفه تقول من تحت المحشة، يعني هذا المنظر مني كثير جميل. هي من حدا يزل العنب مثلا، من حدا ما من فوق، من حدا يقطفه. مبين كثير زارعين عنب. هي واجد. زي يلا انواع ولا هو نوع واحد؟ ثلاثة انواع، اربعة. ثلاثة انواع. ايش اسماءهن؟ واحد شيفاني، واحد قروي. شيفاني؟ شيفاني واحد. وهيش؟ وقروي. قروي؟ وهندي. وهندي؟ وعرق الوصيم، هذا يعني السود. عرق الوصيم؟ ايه. هذا صغير اسود؟ ايه لا اسود. نعم. ايه. وكله يجي اسود ولا اسود واخضر؟ كله اسود. اللي هنا تزرعوه في الدار كله اسود؟ اسود. والابيض الاخضر؟ الابيض البعض باقي شوي، باقي قليل. اي قليل. اي ما يحدثوه. نعم. هذا حالتي نكثر. نعم. هذا يكسب الثمره. والرمان يلا نوبه انواع هذا رمان، ولا نوع واحد؟ هذا رمان حار. حار؟ اي هذاك رمان حامض. زين. اسمع. وشيء اسمه انه يقال له عرق الغريب. عرق الغريب يعني الكبار. نعم. اي. والمشمش نوبه يلا اسماء؟ ها المشمش بس. هو واحد. فصيلة واحدة. فصيلة واحدة. نعم. ايوه. وتين كان هذا تين؟ هذا تين. نعم. تين. والخوخ هذاك الخوخ. والخوخ؟ هين الخوخ؟ مش هذا هذاك أو العودة. هذا موسمه تو ولا؟ ها نوبه بالعنب ذاك. مع العنب؟ اي مع العنب. اها. لأن احنا متخيلين أن المشمش والخوخ هاي الموسم من واحد. هذا كبير بيا العنب. نعم. وهذا وحده، هذا التوشي شهر خمسة. ايوه. اشوف كثير توكبوهن كما السجال. يوكبوه عن مو عن الطريق. نعم. ولا يعني في المال. المال ما شيء طريق ما يدعي مكانه شيء. وقت تقلموهن كذا تخفوهن وكذا ولا شيء؟ مخاط بس مخاط. ايه ما كمل يعني. لا يعني شيء وقت من شي السنة مقص، لكن ما عندنا ما خضينا. لا بس لازم تقصوهن في وقت من السنة كما الفصاد مثلا، يعني يابسة مع اليابس. نعم. اليابس. نعم. ايه قصوه شوي. نعم. والعنب يقصه يمكن هذا مو يابس. هو العنب عاد يوم ما موسم الواحد يوم يشوف يفكرها ميتة. ابو ميتة يدله. ما ميت ما يدعي مكانه. نعم. ايه. لكن مرات ما ينعرف انه ميت. مرات يعيش يوم يحسر كله يستحطب يروح كل تقول هذا الورق كله يروح. ايه تقول ميت. زين. ايوه. وعاد الرمان هذا انتنوب ما في ورقه. جوب كم تحرصوهن الين مره ثانيه يطلع الورق؟ هذا شيء من قلعة في نوبه في شهر ثلاثه. هذا شهر ثلاثه بعد ينقب. نعم. هي هذه شجره الخوخ؟ هي هذه. ها ثامرة ما شاء الله. ثامرة. ثامرة. شيء جوز ولوز هنا كما الجبل الأخضر؟ هذا جوز هناك. شيء جوز؟ إي ولا اللوز ما شيء. كان هنا قورة. هي. وخشوها قوة. يعني أكثر شيء هو الرمان. الرمان والعنب. والعنب والمشمش. هذا أكثر زراعتكم. أكثر زراعتنا. نعم. هذه المساحات كانها فاضية الآن. هي ترى فاضية عاد مخلصة. هذا إيش هذا؟ هذا بصل. هذا كان. هذا بصل. إيه هذا عاد فرخ ماله. يعني ليش تركتوه لين يفرخ؟ هذا مزروع عاد ريش مزروع وعاد دعيوه. زين. قزوه وشلوه البطل وعاد بقى نقط مرة وسوى هذاك. زين ويسوي بذر؟ بذر هي شو. ويوم تزرعوا البصل تزرعوه بذر؟ بذر. أها. إيه. ما انكم ترعلوا؟ بعدين يقلع من يولم يقلع ويفشل مره ثانيه. نعم. اي يزرعوه. وهنا يعني كانكم تسووا الزراعات الموسميه؟ اي هذا كله موسميه. اللي هو البر البر والشعير وهذا مقال والثوم. نعم. والباقل هذا بعدها كله مكانه. نعم. حطب ماله. كيف الماي هنا؟ العين هذا الفلج بس غير ما يجي له يمحل؟ ما يجي له يمحل ما يمحل لكن يخف البعض. البعض ولا ما يمحل واجد يخف؟ ما يخف واجد. نعم. تقريبا انش يخف. هي. بوصة واحدة. هي. شاب علي. نعم. بن سليمان بن علي بن علي المياحي.
أحسنت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ما قصرت. بارك فيكم. سويت لنا جولة جميلة جدا. جزاكم الله خير. وكان دارا طيبة ودارا حلوة. الحمد لله. والله يحفظ لكم هالنعمة. الله يحفظها من الزوال. والله يحفظكم أنتم. جزاكم الله. لأولادكم ولأحفادكم. آمين. ترى منكم نحن نتعلم واجد. واليوم تعلمنا واجد. واجد. أي نعم. جزاك الله خير. نعم. أحسنت. جزاك الله. تتلينا بشيء. أحسنت. حاطين الله يبارك. إن شاء الله. أحسنت. جزاك الله خير. الله يبارك. أحسنت. الله يبارك.